أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب أكمل دراستي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي عبد القادر، بنادولي أبو ضياء، مواليد 82. كنت أدرس بالجامعة تقريبا بالسنة الثالثة كلية الشريعة، بعدين صارت شوية ظروف وتطوعت بالشرطة كرمال بصراحة أخلص من تأجيلة الجيش، وتابعت حياتي بالشرطة تقريبا من 2005 لغاية 27/12/2011، يعني بعد ما بلشت الثورة بكم شهر. وكانت أموري نوعا ما عادية وحياتي يعني سعيدة نوعا ما، دوام جيد. ولكن في بداية الثورة كان في شيء يحز بالنفس، يعني أنه مجرد صيحات حرية مثلا أو مثلا إصلاحات معينة مطلوبة من الجمهور، اشتغل ضرب رصاص، اشتغلت اعتقالات تعسفية، مثلا مركز خدمة اللي كنت أنا فيه تحول مثلا لمركز اعتقالات وضرب وقتل، وشيء شفناه في عينا يعني. لآخر فترة 27/12 تم اعتقالي أنا ومجموعة أشخاص عناصر يعني من ضمن الدوام، طبعا بتهم مزيفة وبشكل تعسفي وكلام ما له أساس من الصحة، على اعتبار أنت بتتعامل مع مجموعات إرهابية مسلحة عم بتهرب سلاح، تتصل مع أوباما. أحد التهم وجه لأحد زملائي التخابر مع أوباما، ونحن ما كان عندنا موبايل اصلا نتخابر مع اوباما ولا غير اوباما. ضليت تقريبا حوالي شهرين يعني بتشوف بالسجن وكانك في نار جهنم، يعني بدون مبالغه كانك في نار جهنم من الظلم والاضطهاد والضرب واقصى انواع التعذيب اللي ما تخطر على بال بني ادم. تهمتك الوحيده بس انه طلعت به الثوره، سواء بالمظاهرات، يعني بدايه الامر كان قليل نوعا ما التسليح، فانه لما يعرفوا مثلا فلان مسلح او مثلا عنده سلاح او هيك، فهذا امر يعني يقلقهم جدا. فالغالب اللي كانوا معي من زنزاني يعني تهمتهم تظاهر فقط. اي انا كان متهم موجه الي قال التهريب او تسريب معلومات عسكريه، تخاطب مع جهات مسلحه ومخربي. تم التحقيق معي وبعد شهرين يعني الحمد لله الله من علينا وفضل علينا انه طلعنا، كونه ما كان في شيء ثابت يعني. وبعدين رجعت على الدوام، ما انشقيت يعني. انه أحسن انا مثلا شرطي مدني ما لي علاقه بهاي الامور، هذاك الجيش ممكن يضرب، ممكن يطلع يعتقل. ولكن على شوي شوي حتى الشرطه تحولت لميليشيات وتشتغل لحساب مثلا النظام. مركز الشرطة تحول قلت لك لمركز اعتقال، عناصر شرطة عندنا معينة صارت شبيحة وتضرب وتقتل، وينزل بدنا اياه نكسر المحل وناخذ اللي بدنا اياه، نجيب اللي بدنا اياه، غايات شخصية احيانا من بعض الزملاء مثلا الشرطة يعني. يجي لعنا احيانا مثلا مؤازرات من قطاع عسكري، الفرقة الرابعة اكثر شيء كانت تجي على مركز خدمتي اللي كان بكفر بطنة، مركز كفر بطنة بالغوطة الشرقية، وانا اشوف بأم عيني يعني، اقسم بالله بام عيني، شو ينكسروا المحلات وياخذوا المصاري وياخذوا الاغراض، يسرقوا الجوالات مثلا. وكل هذا وقسه ما انشقيت. ولكن اللي حز بقلبي اكثر شيء المجازر اللي كانت توقع على المتظاهرين من ضرب رصاص وغيره، والمره الاخيره اللي ضربوا فيها قريتنا اتصلوا في اهلي انه انضربت الضيعه بالطيران. طيران ضرب على قريه، والله ما صدقت، مع انه حكوا معي اهلي يعني، ورغم هيك ما صدقت. ولكن قال تعال اجازه وشوف، وبالفعل اجيت اجازه وشفت.
الخراب، القتل، التدمير، ضرب الطيران حقيقة شفته بأم عيني. يعني هاي مثلا الهليكوبتر، البراميل المتفجرة، القذايف، الميجا، الأمور هاي. لا آخر فترة بمعركة أريحة عندي أخ أصغر مني قتل في المعركة، الله يتقبله. فهذا الموضوع كان نقطة تحول يعني في حياتي، فخلص انتهى. يعني نظام مثل هذا قتل أخوي، أو قتل مثلا مئات أو آلاف الشهداء الأبرياء، وقتل مثلا مدنية وخرب وضرب، لا يستحق أبقى معه حتى ولو بالاسم. صحيح أنا ممكن إذا غيري مثلا أقول لك أنا مجرد شرطة، صار مهمتي يسر أمور المواطنين وشوف معاملاتهم، ولكن رغم ذلك هذا النظام لا يستحق الواحد يبقى معه. ومعركة ضد الإيمان، يعني اللي ثبت الآن أنه المعركة مو معركة مثلا فصائل معينة أو مثلا هجوم على ضيعة معينة أو قرية معينة، لا، هو ضد المعركة بين الإيمان والكفر. العلوية أبدا والنظام، ميليشيات مسلحة بدهم سوريا لحال. طبعا هلا كمان الشاطر بده يقسم الكعكة السورية على كيفه، الكراد من جنب، روسيا من جنب، النظام السوري من جنب، ونظام الآن يعني فقط شرعيته بكل الأوجه وكل المقاييس. الآن صفت البلد محتلة من روسيا وإيران، والنظام مجرد تبع يعني بينفذ الخطط وفقط. وبعدين التحقت بالجيش الحر، سجلت بأحد الفصائل الثورية، وصرنا نطلع على المعارك وعلى القتال. يعني كانوا كل فترة أخرى ممكن يعطونا مثلا منحة، راتب، سميها ما تشاء يعني، أو تمام الأمور ماشي الحال. لك في ظل هاي المتغيرات حقيقة يعني شيء صفى الدين له دور ضروري جدا، إنه هو سبيل النجاح الآن حقيقة. فأنا باعتبار كنت مثلا سنة ثالثة شريعة قبل التحاق بالشرطة، وأنا باعتبر هلأ نفسي نوعا ما يعني أنه شرعي، ممكن بهذا المصطلح الآن مصطلح الثورة شرعي في الكتيبة. والحمد لله يعني فينا مثلا نعلم الناس أصول الدين الحقيقية، مبادئ العقيدة الحقيقية، شو ممكن تتصرف، شو معنات قتال، شو معنات جهاد، شو معنات مثلا جنة ونار، والآن تطلع مثلا في سبيل الله مثلا عم تقاتل بالدافع عن الشرف والأرض والعرض وهي. ومن فترة الأخرى بطلع على القناصة كمان نسوي دورة قناصة، ونسأل الله يتقبل العمل اللي خالص وجهه. أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة ميدلي، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. بداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا أنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا أني كنت حابب كمل دراستي،